روميرو رجع من بورزير يا رودولفو. قلت لك باللي لقيناه غادي يطيح لك. الملك اوغسطو ما كانش تما كا رودولفو، اكيد ما غاديش يكون تما. كيفاش زعما؟ ما كانت حتى حاجه اللي كتدل انه كان تما بالمره. الفونسو انا راني كنقول الحقيقه اخويا، غير حاول تيقني. هذه اللي واقفه قدامك راه سجنات بابا. صافي بركه، بلا ما تكذب على رودولفو. كاع اللي هنا كيعرفوا شحال انا كنبغي بابا. انت راك خرجتيه من تماك، ماشي غريبه. انا قلت لك بلي ممكن انها تكون بدلات البلاصه اللي حبست فيها بابا، اكيد ما غاديش يكون فشي بلاصه بعيده. عافاك غير خليك كتقلب عليه. صافي انت راك ضيعتي لي وقتي، سالينا من هذا الموضوع نهائيا. انت غبي بزاف، ومشكلتك يسحب لك ان كاع الناس غبيين بحالك. فين ديتي اللفعة؟ عمرك ما غادي تعرف فين كاين. قول لي الو بريسيو، كاين شي جديد متعلق بالموت ديال كونستانيو؟ ايه جلالتك، عارفين باللي هو مات من تما. شنو هاد الهضره هادي؟ كونستانيو راه كان امانه عندنا في مونتيمور، كيفاش وقع هادشي؟ كيفاش؟ على حسب معلوماتي النهار اللي مات فيه الطوق، حيت كانوا ديك الساعه اغلب الحراس كيقلبوا عليك، ومع مشاكل الخلصه بزاف من الرجال خرجوا من خدمتهم. هادشي كيعني باللي ما كان حتى واحد حاضي كونستانيو، كان الحبس خاوي بلا حراس. ايه عندك الحق، اللي خطط لهادشي عارف مزيان شنو كيدير. ما كاين حتى واحد غادي يشوفه، ما كاين حتى دليل. لو بريسو خلينا نتابعوا اجراءات دفن كونستانيو. واش مازال شي حاجه اخرى باغي تقولها ليا؟ كاين موضوع خطير بزاف، خاص جلالتك يكون عندك علم به. واخا هضر. كاين حالات انتشار الوباء مؤكده في مونتيمور. اش هاد الهضره؟ وشكون هذا اللي مرض به؟ تساولوا من طلاب الاكاديميه الحربيه. اش هاد المصيبه هادي؟ كاين عنده بقع في جسمه وحرارته ما كتهبطش وكيبقي يهلوس. واخا وشحال ما نقدروا نديروا والو. عطيته تخليطه من الاعشاب ممكن تخفف عليه الاعراض، وشويه زيت ممكن ينقص من البقع. ما نخبيش عليك حالته صعيبه بزاف. لو بريسيو زعما ما كاينش شي امل انه يتعالج؟ ما نقدروش نحدوا هادشي، بعض الحالات كتسالي بالموت وبعضها كتعالج. يعني كيف ما انتم كتعرفوا هذا الشيء كيختلف من مريض لمريض. واخا لو بريسيو قول لي كاين شي حاله اخرى من غيرها في المدينه؟ دابا لا، ولكن كنعرفوا هذا الوباء كينتشر بسرعه كبيره، ونصيحتي لكم ما تخرجوش جلالتكم من القلعه ديالكم باش ما تعادوش من شي واحد.